بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم في برنامج حديث الروح. عندما نحضر صلاة الجمعة غالبا أو تسمعها المرأة في التلفزيون أو في الإذاعة، كثيرا ما نجد الخطيب الذي يخطب في آخر الخطبة يختم بآية أو بجزء من الآية. الآية كلها تقول أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الآية في سورة العنكبوت، يقولها الخطيب: ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يقولها غالبا الخطباء على المنابر يوم الجمعة. هل فكرنا في معناها؟ لابد الأمور التي تتكرر كثيرا قف عندها، لماذا تتكرر؟ مثل كده قراءة الفاتحة في كل ركعة، لماذا سورة الفاتحة في كتاب الله هي التي تقرر فرضا 17 مرة 17 مرة؟ لماذا؟ هناك سر، والسر يتجدد ويظهر في كل ركعة لكل إنسان، ولا تنتهي أسرار سورة الفاتحة. إذن الآية التي معنا يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب القرآن وأقم الصلاة، يعني ليس تلاوة قرآن فقط ولكن عمل عبادة. وأقم الصلاة، وهل قراءة قرآن وصلاة عبادة فقط؟ لا، قراءة قرآن وعبادة لا تنتج أخلاقا تتعامل بها مع الناس فهي قد تكون عليك وليست لك. لذلك قال: وأقم الصلاة الصحيحة بطريقة صحيحة معتدلة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إقامتك الصلاة بأركانها وشروطها وخشوعها والانكسار فيها ينتج لك أخلاق التواضع، أن تكون موطئ الكنف، أن تكون لينا سهلا مع الناس، أن تكون أخلاقك حسنة لأنك تعلمت الانكسار في الركوع والسجود لله، ومن ثم تتواضع مع الخلق من أجل أنهم خلق الله عز وجل. ثم تأتي الآية، وهذا هو موطن الشيء: ولذكر الله أكبر. يعني إيه ولذكر الله أكبر؟ العلماء يختلفون، فيقول: ذكر الله في صلاتك أكبر من ذكرك في خارج الصلاة. وبعضهم يقول: ذكرك لله في الصلاة أولى وأكبر من القيام والركوع بجسمك وشبحك. يعني لا أريد منك القيام فقط شكلا وسجودا وركوعا، بقدر ما أريد منك ذكرا حاضرا في قلبك. يعني أريد قلبا حاضرا وليس قالبا، يعني حتى ولو كان صلبا واقفا. ولذكر الله أكبر معنى تاني، وده الجميل، اللي هو إيه؟ ولذكر الله أكبر بمعنى ذكر الله إياك أكبر من أن تذكره أنت. يعني أنت تذكر الله عز وجل في الصلاة، اوعى او اياك ان تظن ان هذا نهاية المطاف. لا، عندما تذكر الله هو يذكرك، فاذا ذكرك وقست ذكرك بذكر الله لك تجد ان ذكرك لا يساوي شيئا بجنب ذكر الله لك. ولذلك الله يقول: فاذكروني اذكركم، ويقول: فان ذكرني، في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، ويقول: أنا مع عبدي إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. يعني إذا ذكرت الله بينك وبين نفسك ذكرك الله بنفسه سبحانه وتعالى وفي الملأ الأعلى. فإذا ذكرك الله يعني مدحك، يعني غفر لك، يعني ذكر ما فيك من محاسن. إذن ولذكر الله أكبر يعني ذكر الله لك عندما تذكره
هو أكبر من أن تذكره أنت، وهكذا دائما. ما تفعل من أمر إلا يبين أن الثواب أمامه أو العطاء أمامه أكثر بكثير مما تفعله أنت. ولذلك كانت الحسنة بعشر أمثالها. سيدنا ثابت البناني وهو من التابعين الكبار وكان قرآنيا، يعني يحب القرآن جدا ويحب سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني متعمق في القرآن، وكان يعني تلميذ لسيدنا أنس بن مالك خادم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل رضي الله عنه. فسيدنا ثابت البناني من شدة حبه للقرآن جلس مع الصحابة ويعرف معاني الآيات، وهو جالس مع بعض الصحابة والتابعين قال لهم فجأة هكذا: إني أعلم متى يذكرني ربي. فطبعا الدهشة والفجأة جعلت بعض الصحابة والتابعين يقولون: أو يذكرك ربك؟ يعني أنت بالذات يا ثابت ربنا يذكرك؟ ما هذا الكلام الذي تقوله؟ أتتأله على الله؟ ما هذا العجب؟ قال: هونوا على أنفسكم، أنا قلت لكم أنا أعرف متى يذكرني ربي. قالوا: متى؟ قال: أما سمعتم قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، يعني إن ذكرته ذكرك، في العطاء والمدد وفي الحسنات وفي الأجر في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.